اهلا بيكم. الحقيقه في عالم الاسنان في ابتكارات جميله قوي، يعني مثلا دلوقتي في شركه عملت حاجه غريبه، انا مش عارف الحاجات دي هتمشي في مصر، بتهيألي صعبه يعني. عملوا طلاء ملون للاسنان، يا سلام، بتهيألي الاسنان ما ينفعش تبقى طلاء ملون دي، يعني لو شفنا الصور دي صور طلاء ملون للاسنان، يعني ان انا الون السنان طبقا لي مثلا لون المكياج، ايه العبط ده؟ ده حاجه جنونيه قوي، ده مزرقه شويه بنفسجي شويه، ورونا يا عم الصور ما نشوف الجنان في العالم وصل لايه، حمره بقى، ده ايه ده؟ جنان جامد قوي، بتهيألي ده جنان، يعني مش هينفع الكلام ده، بس ماشي والله في اوروبا وفي امريكا، وتعرفوا المراهقين بيحبوا يعملوا، يعني بقى السنان الحلوه هي دي، سنان طبيعيه لونها ابيض جميله مناسبه للوش بتاعك، بالنسبه للون العينين. اما الحاجات اللي هي الاكستريم دي، يعني ولو اني في كل شويه برضو، انا مثلا بشوف حاجه لطيفه بشوفها، انه ناس حاطه مجوهرات على اسنانها، مش عارف بقى مجوهرات ولا دي بتاع التقويم، نسال برضو يعني اللي يسال ما يتوهش. ضيفتي العزيزه القيمه العلميه المتميزه والاسم اللامع الاستاذ دكتوره اسراء سعيد، اهلا بيك يا دكتوره. اهلا يا دكتور ايمن. هو في مجوهرات بتتحط على السنان؟ طبعا في مجوهرات بتتحط، بس دي بطلت على فكره، يعني انا كنت بشتغلها من 10 سنين. بس كان عجباني والله. يا جميله. بحس ان يعني انا عاملاها لاولادي وقاعدين من هم في ثالثه ابتدائي دلوقتي في الجامعه، يعني عملتها لهم، بس دي 10 سنين، ايه ده اكتر كمان. بس ايه رايك في التلوين السنين؟ لا لا دي موضه وهتبطل، مفيش حاجه اسمها كده. لا 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 دي حتى شكلها وحش قوي، شكلها اجلي جدا، والحمره دي عامله زي قتل حد، دراكولا مصاص الدماء. لا 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 وحشه قوي فعلا. دي حتى لو طلعت موضه او هي اوريدي موجوده، دي هتاخد لها كده كام شهر وهتختفي. هي بتبقى بتاعت وهيعملوها الناس اللي هم غاويين بالظبط كده، غاويين الحاجات اللي عرض ازياء اللي هو في بتاع الرعب بقى، اللي هو بتاع الهالوين ده، او الشباب الصغير اللي بيحبوا يعملوا حاجات مفرقعه، لكن الناس العاديه العاقله اللي احنا اهيه في حاجه بنعملها في السنه، والله من اهيه في الحاجات، يوم عيد الهالوين ده تبص تلاقي المصريين لابسين في بتاع وعاملين عيد الهالوين، يا اخي يعني تتنيل على عينك. احنا عندنا احنا عايشين في الهالوين اساسا، اكبر من الهالوين ده. مش مستنيينه على فكره. يا عم اجيب فرخه وروح لاولادك، ولا اعملي بطه لاولادك واكليهم صينيه محشي بالظبط. هالوين ايه يا ولية؟ انا والله العظيم وحياه ربنا لسه بستغرب الحاجات دي، شايف صور لعيد الهالوين ولا وفي ناس مشاهير بيعملوا بتاع، يا اخي المهم. طب قولي لي، طيب التجميل ايه الجديد فيه دلوقتي؟ قولي الموضه دلوقتي. لا الموضه دلوقتي طبعا هو اكتر موضه هي الفينيرز، وابتدت دلوقتي يطلع الجيل الثاني وبيبتدت يطلع شويه تفاصيل كده في الفينيرز، بس هي احدث حاجه في التجميل دلوقتي هي الفينيرز طبعا. بس الناس عندهم برضو حاجه كده، انا نفسي ان انا اعمل عليها لايتنج، ان الناس بتيجي تقول انا عايزه اعمل ابتسامه هوليود. ابتسامه هوليود دي مسمى وليست حاجه، وليست جهاز اسمه ابتسامه هوليود، ما بتمسكش في ايدك جهاز اسمه ابتسامه هوليود، ولا منتج في الاخر اسمه ابتسامه هوليود. لا ممكن واحد ابتسامه هوليود بالنسبه له تبقى توريد اللثه، يعني اللثه ما بقاش لونها بني بقى لونها بامبا، انت كده عملت له ابتسامه جميله. فابتسامه هوليود دي اللي هي ابتسامه مشاهير، يعني ابتسامه جميله ما فيهاش غلطه. فلو واحد عنده كل حاجه حلوه بس اللثه بني، عملت له توريد لثه، انت كده عملت له ابتسامه هوليود. طب نروح للفينير بقى، اللي هي ايه بقى؟ اولا عايز تشرح للناس الاول ايه هي الفينير عشان الناس فاهمه. الفينير يعني وجه لاصق، يعني حاجه كده بتبقى زي الضافر كده، زي الضافر الصناعي، بس طبعا مطابقه للحجم والشكل والدايمنشنز اللي احنا عايزين نديها لك، واحنا بنلزقها فوق السنان بحيث انها تدينا الوظيفه اللي احنا عايزينها. الوظيفه بقى اللي هي مثلا نقفل بيها فراغ، نظبط بيها سنان متزحمه، نعمل نظبط بيها حاجه، فهي ديت الفينيرز. يعني مثلا الحاله ديت حاله عندها بروز شديد، الحالة ديت عملنا لها فينيرز علشان نقلل بروز الأسنان، وطبعا دي قللناها كتير، ودي عملناها جزء فينيرز وجزء كراونز يعني طرابيش، قدرنا نوصل بيها انها ما تعملش تقويم لان وقتها وظروفها ما تسمحش خالص بالتقويم، وعملنا احدث تكنولوجي في العالم اللي هو الثري دي كات كام، علشان نتوقع الشكل اللي احنا هنستلمه في الاخر، او نقدر نعدل في الشكل اللي احنا عايزين نوصل له، وعملنا جزء فينيرز وجزء كراونز. طيب الفينير بيقعد قد ايه المفروض لو اتعمل صح؟
مفيش حاجه، دايما بتكلم على العيانين في الموضوع دوت، مفيش حاجه اسمها اديني ضمان سنتين، اديني ضمان ثلاث سنين. انا مش ببيع ثلاجه يعني. حضرتك عندك عربيه ان شاء الله تكون كويسه، عندك مثلا العداد السرعه بيجيب لحد 200 او 230 مثلا، هل كل ما تخرج تجيب انت العداد لحد اخره 200 او 230 او 250 واتيفر؟ هل ده منطقي ان انت تعمل كده؟ لا طبعا، انت كده قللت عمر العربيه. تروح بقى لشركه كذا اللي انت شايلها العربيه تقول لهم العربيه ما عاشتش معايا، مفيش حاجه اسمها كده. ما هو انت ضغطت عليها ضغط غير طبيعي. الاسنان بتاعتنا الطبيعيه اللي ربنا خلقها لو انت تعاملت معاها بطريقه ان هيومن برضه هتبوظ على فكره. فهو مفيش حاجه اسمها عمر افتراضي، في حاجه اسمها انت بتتعامل معاها معامله يعني ادميه ولا غير ادميه. يعني استخدامك اللي بيحدد. ما تجيبليش ازازه حاجه ساقعه وتفتحها على اسنان. وفي حد لسه بيعمل كده؟ صدقني فيه، صدقني فيه. وتكسير البندق، انا لسه كان عندي، لا اللي انا شفته دلوقتي وسمعته ان في ناس بتتكسر تلج. اه دي موجوده من زمان. لا بيجيبوا التلج ويقعدوا بقى يقرقشوا فيه. دي موجوده من زمان. بس مش منطقي ان الواحد يعني، انا لسه قريب حد كان مستلم سنانه لقيته قاعد في ريسبشن المركز جايبه بندق ولا عين جمل وبتفرقع على اسنانها. المشكله انها اتضايقت ان اسنانها وجعتها اللي هي مركباها اصلا. طب ما هي لازم توجعك حضرتك، ما ده غير منطقي، دي حتى تصرفات غير منطقيه. ده بتقلد ماري منير. ماري منيب. ماري منيب في الفيلم. هو فاكرة غير منطقي. ايوه بس دي كانت بتتقدم لعروسه او كانت هي الحما. بتختبر العروسه. لا في تصرفات غير معقوله، غير معقوله. دي تكسر الطبيعي مش تكسر الصناعي. يعني الحد اللي انا اعرفه كان بيفتح زي حاجه ساقعه، دي كسرت سنان طبيعيه. فما ينفعش ان احنا نعمل حاجه غير منطقيه وتقول لي عمرها قد ايه. لكن عمرها ان شاء الله تعيش زي الفل، تعيش زي سنانها الطبيعيه. يعني اللي يكسر الطبيعي يكسرها. دي مثلا الحاله ديت مثلا احنا عملنا ميكس ما بين الفينيرز وما بين الكراونز. ليه؟ لان عندنا اسنان مش موجوده. فكان لازم ان احنا نحط فينيرز، الطربوش اللي فوق يمين دوت اللي فيه حدود معدنيه لازم نغيره ونملى المكان الفاضي اللي في الشمال ده، بلس الفراغات عايزين نقفلها. فعملنا ميكس ما بين التركيب وما بين الفينيرز. طبعا مفهوم جدا الفرق بين الفينير والكراون. الفينير ده بيغطي السطح الامامي، الكراون بيغطي. لا مش مفهوم، الناس برضو لسه ما عندهاش الفكره دي. الفينير هو السطح الخارجي. يعني احنا ما بناكلش من السنه، بلغه الدرجه الناس بتقول ناكل، ما بناكلش من السنه كل السايدز بتاعتها، كل المحيط. احنا بس بنخشن السطح بتاع الاسنان عشان نخليه فلات ويخليه يستقبل الفينير، علشان لما نلزقه يبقى لازق على حاجه فلات، ما يكونش في مكان يدخل اكل او يعمل ريحه وحشه. الفينير يعني وجه يعني وش. احنا بنحطه بس على وش السنان، ما بنضطرش ان احنا ناكل السنان كلها. لا التربوش حاجه تانية. التربوش لازم كومبليت كفرج. يعني بنحوط السنه من كل الاتجاهات، يعني بنبرد كل السنه. بس مش البرد اللي الناس بتشتكي منه واللي انا بشوفه دكاتره عاملينه، اللي هو بتخلي السنه زي الدبوس وزي الابره. لا ما بتبقاش كده خالص. طبعا مفهوم جدا. لو السنه هي ديت، الفينير هو بيتحط كده على السنه، اما التربوش بيتحط كفرج على السنه من كل النواحي. بالظبط كده. تمام. مين اللي يصلح معاه ده ومين اللي يصلح مع ده؟ سؤال كبير شويه. مش كبير، هو مختصر جدا جدا. ممكن اختصره لك في كلمتين. الحاجه اللي معموله، السنان اللي معموله علاج جذور او متهالكه كراون. الحاجه السنان السليمه اللي فيها ما فيهاش حشوات خالص او فيها حشوه صغننه يمين وشمال حاجات خفيفه فينير. لكن ما نجيبش سنه معموله علاج جذور بنقول فينير، مستحيل. ما نجيبش سنه مبروده قبل كده والمريض دوت كان مركب عليها كراون وتقولي ركبي لها فينير. يعني مستحيل. دي كانت حوار الاسبوع اللي فات، ان مريضه شالت كراون وعايزه تحط مكانه فينير علشان خاطر ما تبقاش بردت كل الاتجاهات. هو حضرتك اوريدي جايبي مبرود، ما ينفعش. برده من الحاجات اللي الناس عندها مسليدنج فيها، واحد عنده بريدج مضايقه، مش حابب كوبري. شكله ولا لونه ولا الزقي لي عليه فينير، ما ينفعش. ما ينفعش الفينير بيتحط على الاسنان الطبيعيه. ما فيش حاجه اسمها نحط هتغابه بقى. بص معلش انا راجل طيب. دلوقتي الفينير دي بتتلزق بماده لزقه، صح؟ بالظبط. بتحطها لي على السنه، صح؟ مظبوط. على سنه. مظبوط. الكراون ده حاجه شبه السنه محطوطه. طب ما تجهزي لي السن الكراون ده وخشني لي الكراون وجيب الماده لازقه والزقي لي. ما ينفعش امير. ما ولا امير ولا فتحي. ما ينفعش.
لأكتر من عامل. اولا احنا لازم بنبرد السنان بقدر الفينير في البورسلين وانسى ان انت او في السنان اللي هو عاملها سواء بي اف ام معدن بورسلين زيركون انت هتبرد جزء من بره، قللت التخانه بتاعته هيقطم. ثانيا مفيش في الوجود مواد اخترعوها تلزق فينير على زيركون، لان الطبيعي ان خامه الاسنان ربنا مش خالقها زيركون، فمفيش حاجه تعمل كيميكال يونيون، ما ينفعش. ولو اتعاملت بحاجه اسمها ميكانيكال يونيون يعني يلزق ميكانيكال، يعني تعمل حروف او جروفز او تعمل تخشينه في البورسلين عشان تستقبل الفينير هتفك، لان مفيش ماده لاصقه تعمل الكيميكال مع الميكانيكال. ف نو واي أو ان دي كانت لسه عيانه كانت بتكلمني فيها، يعني هو يعني كتر فلوس؟ طب ما انا مركبه بريدج، طب ما نصلح ونحطه فوق فينير، مش حاجه اسمها كده. ما ينفعش خالص. لكن افرض انا مش عاجبني البريدج، طب ما انا اشيله وركبه، تشيله وتحط مكانه بالظبط كراونز او بريدج بالظبط كراونز، والمكان الفاضي نزرعه. برافو عليك. لا انا شاطر، لا انا شاطر. انا خايفه على المركز بتاعي كده منك. مش انت بس، انا خطر على تخصصات كتير بالظبط. يعني انا لو قلت يا يا اسنان يا اسنان هلاقي اللي يصدقني واقول كلام حلو قوي. طب انا عايز اتكلم بقى على الاشعه المقطعيه بالتفصيل النهارده. ليه؟ لان احنا يبدو ان احنا كسلنا مع الاشعه المقطعيه، اديناها حقها في وقت وبعدين ما عادش حد بيجيب سيرتها. مش واخد بالك الاشعه المقطعيه كده عامله زي مثلا قسم في كليه الطب مهمل شويه رغم اهميته عشان غاليه. ليه بقى غاليه جدا؟ جهاز بملايين. جهاز يعني بملايين. انا بس ببقى مشفقه عليا وانا مشغله جهاز المقطعيه. ما هي دي المشكله، ان 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 مثلا يجي بعض الاطباء يقولوا ما كفايه بانوراما، ما كفايه مثلا الفيلم الصغنن دوت، ما كفايه نعمل. ما ينفعش، لازم يبقى في الحاجات الكبيره لازم يكون في اشعه قويه، اشعه فيها استفاضه كبيره، لازم تفاصيل، استفاضه في التفاصيل. يعني ما ينفعش يعني يجي مثلا كذا مريض يبقى زعلان مني قوي، هو بيقول لي ايه، انا عملت اشعه قبل كده وخلاص الدكتور قال لي كله تمام اشتغلي. قلت له يعني ايه كله تمام؟ يعني قول لي كثافه عظمك كام، قول لي ارقام. قول لي اول الجيب الانفي بعده كام ملي، قول لي تخانه العظم عندك قد ايه. خلاص هو ما بيبقاش عارف، فمفيش حاجه اسمها كله تمام. وفي برضو حاجه بتزعل قوي الناس، ان مثلا يبقى، ودي على فكره بتزعلني جدا وفعلا دي من الحاجات اللي فعلا بتخليني عصبيه، يجيب اشعه متصورها من رقم كتير من الشهور، وهو المريض دوت يتحايل عليا ويقول لي ايه، لا ده انا لسه مصورها دلوقتي. وانا بقى اتفاجئ، حضرتك الضرس دوت عايز يتعمل علاج جذور، يقول لي ماشي. الضرس ده عايز كراون، ماشي. الضرس ده كذا، ماشي. انا عندي الستاف بتاعي معوداه ما تمدش ايدك على حاجه، حتى لو اوردر مني قبل ما تعمل اشعه جديده نتاكد ان كلام البيشنت ده صح، طالما مش مصور عندي. انا في الطبع ده، وانا معلماهم اللي هو الحاجه قبل ما تمد ايدك انت معاك دوكيومنت، ابتديت ازاي نهيت ازاي، لان انا لازم استلم منه الشغل دوت. نيجي نعمل اشعه نلاقي الضرس دوت معمول علاج جذور قبل كده. طب ما قلتليش ليه؟ طب ازاي معمول علاج جذور هو مش موجود قدامي في الاشعه؟ لان هو ما قاليش، هو مديني اشعه فوت. يعني مثلا الاشعه لما نيجي نعملها ممكن جدا يبقى العيان ما عندوش شكوى، ونيجي نعمل اشعه نلاقي ان احنا عندنا كوارث جوه العظم. يعني دوت كيس دهني واكل اكتر من نص الفك، والسنان اللي جوه الكيس الدهني ديت وصلت لحاله سيئه جدا من اللخلاخه، لان ما عادش فيها عظم، هي خلاص فكت من العظم اللي حواليها. الحاله ديت لازم تمشي بسيكونس لوحدها، لازم الاول نشيل الكيس الدهني، لازم نعمل علاج جذور واعاده لعلاج الجذور للاسنان اللي مش معموله، لازم يبقى ليها شغل معين. فما فيش حاجه اسمها نعمل اي اشعه وخلاص، او نعمل نفس الفيلم ونعيش بيه. يعني دايما بهزر مع المرضى بتوعي واقول لهم انت بالظبط عملت زي اللي وقع منه جنيه فضه في شارع ضلمه، راح نور ادور عليه في شارع نور عشان اسهل. بالظبط انت عملت كده، انت جايب اشعه مش بتاعتك، الاشعه ديت من كذا سنه، ورحت للدكتور عملت عنده شغل، وجاي لي اشخص حاله هي اصلا مش موجوده.
يعني انا قلت له الشخص اللي في الاشعه دي هو مش موجود، قال لي لا. انا قلت له لا ده مش انت، لان انت خلاص جد شغل جديد. برضو لسه عيانه جايه لي عندها ميكسينج ما بين السنان، يعني في مرحله الميكس دنتيشن، عندها اسنان لبنيه واسنان دايمه، ومامتها برضو حبت تعمل ان هي ايه، لا هو فيلم واحد وهو دوت اللي موجود. يا جماعه ما ينفعش واحده في السن ده والسنان ديت في الاشعه، ما ينفع ابص في بقها دول مش زي دول، اقرا الاسم هو الاسم. طب بقول لك ايه، الاشعه دي مش بتاعتها، الاشعه ديت قديمه صح؟ قالت لي اه هي قديمه بس مش قوي والله، ما بلاش 3 سنين. وده 3 سنين في عمر النمو طبعا، الوضع ده مش هو الوضع اللي قدامي. دي موضوع بيزعل جدا الناس. لا يا جماعه، اكتر من 3 شهور او رحت للدكتور عمل شغل في اسنانك، الاشعه دي خلاص ما بقتش بتاعتك، في وضع اتغير. طب في مشكله انا دايما بشوفها صعبه جدا في طب الاسنان، العضه الغير مظبوطه، العضه المعكوسه. وتقعدوا انتوا تقولوا بقى كلاس 3 كلاس 2 الكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه ده. احكي لي بقى العضه دي بتظبط ازاي، تقويم ولا ايه ولا جراحه؟ اه بص بقى انا هقول لك، العضه المعكوسه ديت اللي هو عكس الطبيعي. مبدئيا ايه الطبيعي؟ ان السنان اللي فوق بتغطي على السنان اللي تحت. والله ده مبسوطه منك قوي. انا شاطر لا انا فوتوغرافيك ميموري، انت تعرفي عندي كده ما شاء الله. انا بجد اصل كنت متصوره ان انت هتقولي قولي، فلقيتك انت بتجاوب، برافو عليك. انا صاحب ذاكره فوتوغرافيك ما شاء الله، مفيش كلمه او حاجه بقراها وبنساها ما شاء الله. بس احنا برضو عشان انا لازم احط التاتش الاسناني بتاعي، احنا بنغطي من ثلث لنص الاسنان السفليه. يعني المنطقي هو ان السنان اللي فوق تغطي جزء من السنان اللي تحت. لو ده ما حصلش يبقى حضرتك دوت ده مش عضه مظبوطه خالص. هو مثلا على سبيل المثال دي مش عضه معكوسه، بس دي عضه فيها ازدحام شديد. الحاله ديت اخذت مني وقت حقيقي، لان السن كبير، كل السنان مش في مكانها، عنده كل حاجه، عنده بروز شديد في الفك العلوي، عنده ازدحام شديد في الفك السفلي، عنده سنين عند اللسان. الحاله ديت فعلا خدت مني وقت شويه، عدت السنه او سنه وثلاث شهور كمان، بس قدرنا نوصل بالتقويم للوضع ده. مش كل الحالات نقول عليها تقويم، ومش كل الحالات نقول عليها تركيب، مش كل الحالات فينيرز، لازم الحالة تتفلتر كده بالراحة. مبدئيا علشان ديت نقطة خلافية، العضة السليمة لازم يبقى السنان العلوية مغطية ثلث لنص السنان السفلية. كل الناس جاية عايزة توصل ان السنان العلوية واقفة كده على السنان السفلية، ده اسمه تروماتيك اوكلوجن، ده ما ينفعش اصلا، ده كده بايظة، دي كده حالة عايزة علاج. مفيش، ربنا ما خلقش السنان فوق بعضها يخبطوا في بعض كده ابدا، لازم اللي فوق يغطي اللي تحت. عشان ديت بيجي ناس فاكرين ان هم لما اسنانهم اللي فوق مغطيه اللي تحت ده ابنورمال، وعايزين يرفعوا العضه ويخلوا سنان كده، لا ده غلط. العضه المعكوسه بقى يعني عكس اللي انا قلته، يعني اللي تحت هو اللي طالع مغطي ثلث اللي فوق، دوت العكس تماما. وعلى فكره دي مش كل الحالات بنقدر نعملها تقويم. في بعض الحالات للاسف بتتحول جراحه. ليه؟ لما بيكون سابق بدرجه كبيره قوي لدرجه ان ممكن تدخل صباعين ما بين الفك العلوي والسفلي، دي كده جراحه خلاص، دي كده ما ينفعش. لكن التقويم بينفع فيها امتى؟ لما يكون الفراغ خفيف او ما فيش فراغ اصلا، العضه اللي تحت مغطيه اللي فوق ولازقه فيها، دي تتعمل تقويم. لكن اللي هي تبقى كده بتدخل صباعين كده جراحه. ايه السن المناسب للتقويم؟ التقويم ده علم كبير، مفيش حاجه اسمها السن المناسب للتقويم. في حالات زي العضه المعكوسه من فضل الله انا بخليه العضه تعدل من وهو صغير، من وهو مثلا 7-8 سنين. خلاص ويكبر ممكن ما يحتاجش تقويم، او يحتاج بس شويه الاينمنت كده وتظبيط بسيط. دي حاله تبدا بدري. في حالات تانيه لازم تبداها متاخر شويه، بعد ما اللينياب تنزل على مثلا 11-12 سنه 13 سنه. في حالات ممكن تستنى عليها اكتر من كده، النمو بتاعها ما بيبقاش كامل. فقصه السن انا شايفه ان ناخد فرصتنا ان احنا نبص على الطفل من وهو 7-8 سنين واقول لك الصح بتاعه ايه. الحاله ديت حاله عضه معكوسه. بص اللي انا بقى بقوله ايه، السنان اللي تحت طالعه مغطيه من ثلث لنص السنان اللي فوق، مفيش فراغ ما بين السنان اللي فوق واللي تحت، يعني ما تقدرش تدخل صباعك ما بين الفكين، دي تتعمل تقويم، تقويم عادي زي اللي احنا بنشوفه في مش جراحه. نقدر نوصل للحاله اللي تحت ديت، بس تبقى طويله شويه. العضه المعكوسه من الحالات اللي بتاخد شغل جامد،
وبتاخد وقت وبتاخد مجهود. يعني الحالة دي عدت السنة وثلاث شهور، دخلت في سنة ونص، لأن العيان دوت سنه كبير شوية، يعني دخل في الثلاثينات. ودوت مش معنى الثلاثينات أنه كبير أو أنا برفض أشتغل في سن كبير، لا، معناها أن العظم أنشف من اللي عنده مثلا 12 سنة أو من اللي عنده مثلا 8 سنين. لسه كنت بقولك العضة المعكوسة، لو حد عنده 8 سنين 7 سنين ممكن أعديها له أسرع وأحسن من لما يكون دخل في سن البلوغ. في وقت في ناس ممكن تجيلك تقولك أنا ما عنديش وقت للتقويم. آه طبعاً كتير على فكرة تقولك أنا ما عنديش وقت للتقويم، أنا عايز الموضوع دوت يتحل في يومين في ثلاثة في أسبوع. صراحة أنا بعرض الموضوع دوت، يعني بعرضه كويس قوي لحد ما بنوصل إن المريض هو اللي اختار. يعني الحالة دي حالة عضة معكوسة، بص توتالي توتالي. أنا على فكرة أنا طلعت كلاس 3 برضو، أنا ما حلتش العضة المعكوسة، بس المريضة ديت كانت عايزة توصل لأكتر شكل تجميلي بالعضة المعكوسة في خلال يومين ثلاثة. لو تاخد بالك في الناحية الشمال ترابيش شكلها وحش، في الناحية اليمين ترابيش شكلها وحش، السنان نفسها غامقة، في غامق وفاتح ومخطط يعني الوضع كان بالنسبة لها مضايقها نفسيا جدا. أنا عملتها برضو كلاس 3 بس عملتها كلها فينيرز، واللي طبعا معمول كراونز رجعناها كراونز تاني، لان ما ينفعش تبقى من كراون لفينير. ومصوره وهي فاتحه بقها شويه طبعا، لان لو صورتها وهي قافله مش هتشوف الفينيرز اللي احنا عاملينها. طيب عايز اسال، الكراون ممكن تحل محل التقويم؟ ممكن بس لو حالات بسيطه. بس ما ينفعش مثلا انياب دراكولا اللي هي طالعه بره خالص دي وتقولي نحط عليها فينير يحل المشكله. لا، يعني دي لازم الدكتور هو اللي يقيمها. يعني مثلا حاله زي كده انا شايفاها بسيطه خالص، مش موضوع يعني المريضه ديت رافضه كل الرفض انها تعمل تقويم علشان سنها وظروفها والسفر ليها ظروف كده، فقدرنا نعمل نوزع المسافات اللي تحت وعملنا لها كراونز، دي كانت كراونز مش فينيرز، وقفلنا المسافه وعرضنا السنان شويه عشان نقفل وهي كده مبسوطه زي الفل. فدي ممكن ما تعملش فينيرز او ما تعملش سوري تقويم، لكن هتعمل تركيب. طيب عايز اروح للثه، اللثه برضو من الحاجات اللي لسه المجتمع مهتمش بيها بتهيألي. هو الناس دي بتعتبر اللثه ديت حاجه سكندري او حاجه مالهاش اي لازمه. حاجه كده مثلا انت يعني جاي تبني بيت، تبني بيت، ف هحط وش ماشين. الوش ماشين حاجه اسينشال، وش ماشين بتاعت الهدوم، لا بتاعت الغسيل الاطباق، ديش ووشر. ديش ووشر هو ده وش ايه بقى ديش ووشر. ديش ماشين طبعا ديش ووشر حاجه هي لا مقارنه مش في محلها. الديش ووشر فعلا ممكن مهمة. حاجه تعوض، ممكن حاجه تعوضها يعني. طبعا اللسه اساسيه، اللسه لا طبعا مهمة. لا طبعا ديت اساس، دي اعمده البيت يا جماعه. اللسه دي هي الشاسيه اللي شايل السنان، دي اللي لو ضعفت السنان خلصت. ما بتسمعش عن الناس تقول لك سناني وقعت لوحدها، سناني لخلخت، سناني مش بتسمع الكلام ده. دور على القصه ديت المحرك الرئيسي بتاعها تلاقيه لسه. انا لسه كان عندي مريضه بقول لها حضرتك عمرك في حياتك ما رحت للدكتور نظف اللسه، عمرك في حياتك ما مسكتي فرشه ومعجون. طب ما هو طب وانت مستني ايه لما اسنانها كلها تبقى عايمه؟ طب ما هي لازم تعوم على فكره. يعني ده خلاص طهقت، خلاص نطرت يعني. ما ينفعش لسه تلون كمان مشهور قوي عندنا طبعا، تلون اللسه وبالذات في الناس اللي عندها اصول جينيه. لا دي مش حاله تلون، دي حاله ان اللسه دي ما بتتنضفش. بص الفك السفلي اللسه منتفخه تعبانه تعبانه جدا. الفك العلوي اللسه برضو وارمه ومتهدله وحالتها مش حلوه خالص. احنا تعبنا من تعب اللسه يعني. اللسه من الحاجات اللي يعني السنان مش باينه في الفك السفلي. تخليكي بصي يعني تكزي على سنانك كده اللثه. والله اي حاجه في الحالات اللي فاتت ما عملتليش كده، اول ما شفت اللسه البايظه اتضايقت. شفت الحس الاسناني عندك ابتدى يعلى. طبعا الحاله ديت ايه حلها؟ لازم هنعمل عمليه قص لسه وتجميل لسه ونظبط الشكل، وحلفته ان هو يجي يعمل تنظيف للجير مره كل ثلاث شهور. بص احنا في نفس القعده وصلنا للنتيجه دي. في نفس القعده؟ في نفس القعده. الابتسامه اللثويه برضو من الحاجات المزعجه جدا. بس ديت بالذات في البنات يقلي انه كتير من الحالات ما بتبقاش دريانه لانها بتبان في الضحكه، فممكن ما تبانش قوي يعني. ممكن يعني انا في بنات اصدقائي انا اللي بقول لهم انت عندك ابتسامه لثويه. والله بس انا يعني انت عارفه الطب فيه ايه،
الخبطه دي مش احنا انا عايز اقول لك ان انا لو ناسي اسم المريض ببص في بقه افتكره كل واحد بالكارير بتاعه ما انا بفتكر بالقصه دي موجوده. طيب انا عايز اشوف برضو التلون بتاع اللثه يعني ايه سبب؟ هو في اسباب كتير منها اسباب جينيه ومنها اسباب تانية زي التدخين والمعطيات الخارجيه للثه. الحاله ديت حاله جينيه لان دي بنت صغيره. لو تاخد بالك لو حبينا نتكلم على حاجه اسمها ابتسامه هوليود اللي الناس بتتكلم عنها، الحاله دي مجرد انها شالت اللون الاسود والجزر السوداء اللي موجوده في اللثه، بقت اللثه لونها بينك وفي نفس القعده، هي كده خلاص عملت ابتسامه هوليود. يعني هي كده طلعت زي القمر. وهي الفراغات اللي في بقها دي على فكره ما هياش مرضيه، دي كلها هتغير، كلها سوري هتقفل لان هي لسه في سنان ما طلعتش. فكل كل الوضع دوت هيتغير، مش محتاجه تعمل اكتر من انها تورد اللثه. هي كده عملت ابتسامه هوليود وفي وقت قليل جدا من غير نقطه دم، وباحدث جهاز لسه في العالم اسمه سوفت ليزر، احدث جهاز في العالم ومن غير وجع. يعني موضوع بسيط جدا. انت اسعدتيني النهارده جدا بهذا الحوار جدا يعني، واتفسحنا فسحة حلوة ما بين اللثة، فسحنا ببق العيان لكن يبقى اهتمام الناس باللثة، يبقى اهتمامهم بالتفاصيل، ايمانهم بانه الخطة العلاجية شيء مهم، بناء الخطة العلاجية في كثير من الحالات مبني على الأشعة المقطعية، يبقى انا لازم أوبي ماي دكتور، أطيع دكتوري، لازم أتخلى عن اجتهادي الشخصي في الطب، لأنه مفيش اجتهاد في الطب، مفيش حاجة اسمها عنترية شخصية في إن أنا أعترض على بعض التوجيهات الطبية المهمة جدا من المحترفين لآراء من الهواة. لا يمكن أبدا في الطب إنه إحنا نلغي رأي محترف اللي هو الدكتور يعني أمام اقتراح أو رغبة أو غريزة من الهاوي اللي هو المريض. ده شيء غير مقبول في الطب على الإطلاق. ضيفتي العزيزة أستاذ دكتور أسراء السعيد نورتيني. ميرسي يا دكتور أيمن. خليكم دايما مع نسلة.